نبقى في مأرب دائما، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية هناك مع اللجان الشعبية سيارة على متنها أكثر من 50 قطعة سلاح سعودي، بالإضافة إلى رشاشة متوسطة وكميات كبيرة من الذخيرة. وأوضح مصدر أمني بمحافظة مأرب أن الأسلحة المضبوطة كانت في طريقها من المحافظة باتجاه مدينة ذمار، تتبع السيارة إحدى الشخصيات المقربة من علي محسن الأحمر، رفضت الأجهزة الأمنية الإدلاء باسمه. ولفت المصدر إلى أن السيارة المحملة بالأسلحة تمكنت من تعدي 3 نقاط أمنية نتيجة قصف تلك النقاط الأمنية عند اقتراب السيارة من تلك النقاط، غير أنه تم كشفها وضبط الأسلحة التي كانت مخبأة فيها في نقطة مفرق الجوف. وأشار المصدر إلى أن السيارة خضعت خلال خط سيرها لمساندات جوية بطائرات سعودية والتي كانت تقصف النقاط الأمنية المواجهة لها.